إكسنتريك من المشاريع المتوقع بدء تنفيذها خلال شهرين، وهو من أكثر المشاريع اللي خذ منا وقت لتطوير التصميم تقريباً 18 شهر. اعتمدنا بشكل أساسي على فكرة الإكسوسكيلتون، بمعنى أن الأعمدة الحاملة مش موجودة على الأوتلاين أو المحيط الخارجي للمبنى كما جرت العادة، كثر ما أن تم عمل لها أوفست داخلي بشكل يعطينا مسافة أو فراغ ما بين الأعمدة الحاملة وما بين الهيكل الخارجي للبناء، إضافة إلى أن الأدوار أو المساقط المتعددة ما بين الأرضي والأول والثاني هي غير منتظمة الشكل، بمعنى أنها ليست سيستماتيك، وإنما تم تركيبها بهيكل موحد وليس بكتلة بناء موحدة.